مرحبا بكم. في عام 2008 نشر المركز الوطني للعلوم NCSE النسخة الثانية من كتيب Voices for Evolution. حيث جمع فيه تصريحات رسمية داعمة لنظرية التطور من قبل أكثر من 100 مؤسسة علمية وأكاديمية وبحثية مختلفة في مختلف أرجاء العالم. هذه القائمة شملت الأكاديمية الوطنية للعلوم في أمريكا والجمعية الملكية في بريطانيا، اثنين من أهم المؤسسات العلمية في العالم. بالإضافة إلى ذلك جمع الكتيب تصريحات داعمة من أكثر من 50 مؤسسة تعليمية وتربوية في العالم. وبعدما حاول الخلقيين في ولاية لويزيانا فرض مزاعمهم غير المثبتة علمياً على المنهج العلمي بقوة القانون عن طريق محاولة تشريع قوانين واللجوء للمحاكم، وقع 72 عالم أمريكي كلهم حاصلون على جائزة نوبل و17 مؤسسة علمية أمريكية على عريضة تؤيد نظرية التطور باعتبارها التفسير العلمي الوحيد لتنوع الكائنات الحية على وجه الكرة الأرضية، وترفض رفضاً قاطعاً تعليم فرضيات الخلق في المدارس. وفي العام 2006 أصدرت الشبكة العالمية للأكاديميات العلمية تصريحاً دعمت فيه نظرية التطور ودعت إلى تدريسها في المدارس والجامعات في مختلف دول العالم، ووقعت أيضاً على هذا التصريح 10 مؤسسات أكاديمية من العالم العربي والإسلامي، منها أكاديميات علمية في بنغلاديش، مصر، إيران، فلسطين والمغرب. اليوم تدرس نظرية التطور ليس فقط في الجامعات بل في كل المدارس الثانوية على مستوى العالم لربما مئات ملايين من الطلبة سنوياً. على سبيل المثال تقريباً كل مدارس الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، شرق آسيا وأستراليا، بينما لا تجد أثر لتدريس الخلقية أو التصميم الذكي إلا في نطاق محدود وكحالات شاذة يعتبر رصدها أمر يستحق الاهتمام والدراسة، كما تشير أحد الأبحاث التي أشار إليها القليبي في سلسلته في الحلقة 43. أصدرت ولاية لويزيانا قراراً بأن يدرس الطلاب في المدارس أن هناك تفسيرين للحياة، نظرية التطور والخلق. فأصدرت المحكمة العليا الأمريكية عام 1987 قراراً يعتبر قانون لويزيانا مخالفاً للدستور الذي ينص على حرية الاعتقاد، يعني اعتبرت خرافة التطور علماً والخلق ديناً وممنوع تدريس الدين. طيب، تجنب المنكرون للخرافة كلمة خلق وخرجوا بمصطلح التصميم الذكي، وفكر أنت أيها الطالب، هل هذا الكون والحياة جاء بالصدف العمياء؟ أم لابد لها من موجد عن علم بغض النظر من هذا الموجد وماذا نسميه ونعبده أم لا؟ هذا المصدر الذي عرضه القنيبي يتحدث عن دخول حذر للأفكار الخلقية إلى بولندا مع محاولة تدريسها في المدارس والجامعات، لكن استمرار هيمنة تدريس نظرية التطور. وينقل الباحث في هذا البحث تصور البيولوجيين في هذا البلد الذي مفاده أن الخلقية لن تنتشر في بولندا ولا داعي حتى لاتخاذ تدابير منع واحتياط ضدها. هكذا ينظر المجتمع العلمي للخلقية وأفكارها الرجعية كالوباء الفكري لمواجهة خطر ومنع تفشي. لكن لنرى ما هي الحركة الخلقية هذه. الخلقية هي جماعة دينية إنجليكية في أمريكا ممن يلتزمون بالنص الحرفي لقصة الخلق في العهد القديم التوراة، وليسوا جماعة يؤمنون بأن الله خلق الكائنات الحية عن قصد وإرادة وحسب كما يحاول القنيبي خداع متابعيه وتوصيفهم بهذه الصفة. فهناك علماء من مثل فرانسيس كولينز ممن يؤمنون بأن الله خلق الكائنات الحية وبنفس الوقت يرفضون الخلقية ويسخرون منها ويعتبرونها مجرد هراب. وآخر هو الكاثوليكي كينيث ميلر، كاتب أغلب الكتب المدرسية للثانوية العامة في علم البيولوجيا، والذي تم استدعائه ليكون الخبير الفاصل في محكمة دوفر كيتسميلر، وأيضا مسيحي كاثوليكي مؤمن لكنه يرى أن التطور حقيقة.
ويرجع الفضل في إنشاء الحركة المدافعة عن التصميم الذكي لمحامي أمريكي اسمه فيليب إي جونسون. هذا المحامي كان يعطي حجة فلسفية تسمى بالواقعية الثيولوجية كي يسمح للتفسيرات الخارقة للطبيعة أن ترجع إلى حقل العلوم الطبيعية. ومن أجل ذلك أسس حملة مع آخرين منذ بداية التسعينات من القرن الماضي محتجاً بأنه إبعاد التفسيرات الخارقة للطبيعة عن المنهج العلمي ما هو إلا تعصب من قبل العلماء الذين حسب منطقه زوروا اللعبة منذ البداية عندما لم يسمحوا للتفسيرات الخارقة للطبيعة أو الغيبية أن تدخل في صياغة النظريات العلمية. لكن جونسون وآخرون لم ينتبهوا إلى أن هذا الاختيار من قبل العلماء، هذا المنهج الذي سار عليه العلماء، أي ما هو علم وما هو ليس علم ولماذا لا تدخل الغيبيات كتفسيرات، هو ليس اختيار عشوائي أو رغبات فردية من قبل العلماء، بل هو ما استقر عليه المنهج العلمي نتيجة للتجربة والنقاشات الفلسفية التي دارت ربما لقرون. فهكذا فقط ممكن أن يكون المنهج العلمي فعال. هذه النقاشات الفلسفية تمت أيضا في القرون الماضية، فالفلاسفة بالماضي تجادلوا في هذه الفكرة عندما تحدثوا عن العلاقة ما بين خوارق الطبيعة والمنهج العلمي التجريبي، ومن ثم قرر فلاسفة العلم بأنه لا يمكن الجمع ما بين الاثنين، فأنت لا تستطيع أن تدخل الأسباب المعتمدة على الخوارق الطبيعية أو المعاجز أي الأسباب غير المادية وتجعلها تفسيرات علمية، لأن الخوارق الطبيعية والغيبيات أمور ليست مقيدة ولا يمكن تخطئتها. في الحقيقة عندما تم اختبار مدى دستورية تدريس مادة التصميم العظيم في المدارس في محاكمة دوفر ضد كيتسملر، وجد القاضي جون جونز بأن ادعاء المدافعين عن التصميم العظيم بأنه علم شرعي وأن الخوارق الطبيعية ممكن أن تدخل في المجال العلمي ادعاء غير صحيح، فقضى بأن هذا ليس وارد لأنها مسألة منتهية من قبل فلاسفة العلم ضمن مناوشات حادة جرت منذ قرنين من الزمن وليس قابلة للاعتبار كموقف فلسفي شرعي. ربما تجد اليوم جماعة الخلقيين تجادل فلسفيا في فكرة التعقيد والتصميم، لكن من الناحية العلمية فالأمر محسوم، وكل علماء البيولوجيا في العالم اليوم يرون أن هذه الصفات والأنظمة المعقدة جاءت بالانتخاب الطبيعي. لنأخذ مثال أحد القضايا التي تحدثنا عنها. يعني اعتبرت خرافة التطور علما والخلق دينا وممنوع تدريس الدين. طيب تجنب المنكرون للخرافة كلمة خلق وخرجوا بمصطلح التصميم الذكي، وفكر أنت أيها الطالب، هل هذا الكون والحياة جاء بالصدف العمياء أم لابد لها من موجد عن علم، بغض النظر من هذا الموجد وماذا نسميه ونعبده أم لا؟ ده شنو الافتراء بتاع الملحدين ده؟ معقولة سلطات اللوبي بتاع الملحدين وصلت لغاية دستور دولة زي أمريكا؟ كلام غريب، الآباء المؤسسين لأمريكا دير كانوا ملحدين ولا شنو؟ أمريكا اللي هي أكبر دولة من حيث عدد المسيحيين المتدينين، اللي نسبة المسيحيين فيها بتصل ل 73% من إجمالي السكان، معقولة ترفض فرضية الخلق وتحاربها وتفرض تدريس خرافة التطور في مدارسها بالقانون؟ شكل اللوب الإلحادي ده خطير جدا. ده احنا طلعنا جامدين قوي. لو فعلا الكلام ده صحيح وطلعت في مؤامرة عاملة اللوبي إلحادي قادر يسيطر على دولة زي أمريكا وكندا والدول الأوروبية وأستراليا واليابان وغيره وغيره وغيره، بحيث انه يفرض أفكاره الإلحادية دي بالقوة وبالانتشار ده، فده حيكون أقوى كيان عرفوا التاريخ بتاع البشرية. ده حتى هيكون أقوى من اللوبي الصهيوني اليهودي اللي بيقولوا إنه بيتحكم في اقتصاد العالم ومتحكم في الإعلام العالمي ومتحكم في هوليود، واللوبي اليهودي بكل هيلمانه ما قدر يمنع وما قدر يجيب قدام نشر اللوبي الإلحادي لأفكاره الإلحادية دي. انت حر بالمناسبة إنك تصدق حاجة زي دي، متخيل إنه في مؤامرة زي دي مثلا وكده، انت حر. لكن داير أقول حاجة واحدة ردا على فيديو الدكتور إياد قنيبي، وخصوصا لما قال: وفكر أنت أيها الطالب، هل هذا الكون والحياة جاء بالصدف العمياء أم لابد لها من موجد عن علم، بغض النظر من هذا الموجد وماذا نسميه ونعبده أم لا؟ الفكرة هنا يا دكتور مش إنه الفرضية دي دينية ولا ما دينية، ولا الفكرة إنه هل الفرضية دي بتقول إنه لازم نعبد إله ولا ما لازم. الفكرة هنا هي إنه الفرضية بتاعت التصميم الذكي ما علمية، وأي فرضية ما علمية
المفروض يتم منع تدريسه، لأنه الناس بتمشي المدارس عشان تدرس العلوم مش عشان تدرس آراء شخصية ولا اعتقادات إيمانية. الحاجة دي الناس بتدرسها وبتتعلمها في البيوت وفي دور العبادة مش في المدارس والجامعات. عايز تدرس الأفكار الدينية دي وتنشرها، أنشرها في أماكنها هي الخاصة، دور العبادة، في مدارس الأحد بالمناسبة بتاعتهم بيدرسوهم الأفكار دي يعني. لكن في المدارس والجامعات بيدرسوا الطلاب الوقائع المادية زي ما هي. إذا أنت شايف أو أي متدين تاني شايف أنه نظرية التطور دي نظرية إلحادية عشان بس ما قاعدة تقحم فرضية الإله وفكرة القصدية والغاية، فأحب أقول لك أنه كل العلوم المادية كده على فكرة يا دكتور. في الكيمياء اللي أنت درستها في كلية الصيدلة ما علموك بالمناسبة أنه العنصر الفلاني لما يقابل العنصر الفلاني هيكونوا المادة الفلانية أو المركب الفلاني بإذن الله، ما بيقولوا كده. ما قاعدين يقحموا فرضية الله في الموضوع خالص. العلوم ما بتتكلم عن الحاجات دي خالص، ولا بيشرح لهم في الرياضيات انه واحد زائد واحد بيساوي اثنين ان شاء الله او بتوفيق من الله، لا. ولا بيشرح لهم في الهندسة انه مساحة المربع المرسوم على وتر المثلث قائم الزاوية متكافئة لمجموع مساحة المربعين على الضلع الثاني لحكمة يعلمها الله تعالى. في العلم ما بيشرح لهم آية ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما، لا. لكن بيشرح لهم قانون الطفو بتاع الخميرس عشان يعرفوا يصنعوا السفن دي. العلوم أو الساينس بطبيعتها علوم مادية يا دكتور. لو أنت زعلان من العلوم المادية لأنها بتتجاهل إقحام فكرة الله في تفسيراته ونظرياته، وحابب تعمل لك علم أو ساينس تاني بيشمل الفكرة بتاعت الله دي، فالساحة قدامك، اتفضل. أصدرت مقاطعة لويزيانا الأمريكية قانونا يلزم المدرسين بطرح الخلق كتفسير عند شرح نظرية التطور للطلاب، فتم رفع قضية من قبل المدرسين وأهالي الطلبة بأن ذلك مخالف للدستور. فحكمت المحكمة فعلا بأن هذا القانون مخالف للدستور لأنه يفشل في صياغة ثلاثة معايير جوهرية. هو لا يعزز مبدأ علماني واضح، يفضل وجهة نظر عقيدة معينة تدخل كيان خفي قام بخلق البشر مثلا مقابل أديان وعقائد أخرى في مجتمع يفترض أنه علماني، يعطي للكنيسة فرصة تسخير موارد الدولة للترويج لفكرة دينية. أما في القضية الأشهر قضية دوفر، فقام مجلس إدارة أحد مدارس ولاية بنسلفانيا بتدريس كتاب Of Bandas and People الذي يقول أن نظرية التطور ليست حقيقة مطلقة وفيها عيوب ولا تفسر كل شيء في البيولوجيا، لذلك يجب تدريس التصميم الذكي كتفسير بديل لتنوع الكائنات الحية في المدارس. ولغرض استمالة مشاعر أهالي بعض الطلبة، دعا أحد أعضاء مجلس الإدارة في ترفيه وتشويه واضح للعلم أن التطور يقوم بتعليم الطلاب أنهم أتوا من القرود والشمبانزيات، لذلك لا يجب تدريسه. في المقابل قام أهالي بعض الطلاب برفع قضية للمحكمة ضد مجلس إدارة المدرسة. وجاء حكم المحكمة أيضاً أن تصرف إدارة المدرسة مخالف للدستور وللأسباب الآتية: إن ذلك يعارض مبدأ علمي رصين وهو التطور، ويدعي تدخل قوة خفية في أحداث طبيعية، التمسك بإدعاء التعقيد غير القابل للاختزال الذي كان محور موقف الخلقيين، يستخدم نفس الازدواجية المعيبة وغير المنطقية التي بنيت عليها فكرة الخلق، هجوم جماعة التصميم على التطور تم تفنيده علمياً، وجاء أيضاً في الحكم أن التصميم لا يحظى بقبول علمي مثل التطور، فهو غير مدعوم بأوراق علمية مراجعة بالأقران، ولا يستطيع أن ينأى بنفسه عن المرجعية الدينية. وحتى لو لم تكن نظرية التطور مثالية ولا تفسر كل تفصيلة في النظام الحيوي، لكن هذا لا يبرر اللجوء إلى فرضية دينية غير قابلة للاختبار، لذلك ليس من القانوني تدريس التصميم الذكي بدلاً من التطور في المدارس. يقول ويلتود واشاك المدير القانوني لفرع بنسلفانيا لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية:
أن هناك دافع مستمر من قبل المسيحيين الإنجيليين المحافظين لإعادة الدين إلى المدارس العامة. الهدف النهائي حسب قوله هو التخلص من التطور، لأنهم يعتبرونه تهديد لدينهم. لخص لنا القاضي جون جونز الذي تصدى لقضية دوفر الأمر بقوله: التصميم الذكي رؤية دينية وليس نظرية علمية. جذور هذا الموضوع، موضوع محاولة تدريس الخلقية في المدارس، يعود إلى النزاع القديم ما بين الخلقيين وقضية العلم والتطور. هذه الأفكار طبعاً بدأت وتطورت منذ بدايات القرن العشرين، فقد جرت عدة محاكم كما قدمنا، وفي كل قضية كانت ادعاءات الخلقيين تتطور وتتعدل تهرب من حقيقة أنهم يريدون إقحام أفكار دينية في درس علم الأحياء. بالنهاية تعلم الخلقيين التوراتيين لا يذكروا الدين أبداً، واستعاضوا عنه بمصطلح التصميم الذكي. يعني اعتبرت خرافة التطور علماً والخلق ديناً وممنوع تدريس الدين. أبحاث كثيرة نشرت في هذا الخصوص، فأحد الباحثين في مقال نشر على ساينتيفيك أمريكان قام بتتبع ما سماه تهكماً السلف المشترك لادعاءات الخلقيين، يقصد كيف بدأ جوهر ادعائهم الأصلي ثم تغير عبر الزمن، موضحاً خط تطور هذه الدعاوى ومطالبتهم الملتوية بتعديل القوانين للسماح بتدريس الخلقية. والخلاصة إن أصل ادعائهم هو واحد، وهو كائن فوقي خفي تدخل وخلق الكائنات، ويقومون فقط بتقديم هذا الادعاء بصيغ وتسميات مختلفة، أي محاولة إقحام فكرة دينية في دروس العلوم. يرى المتتبعين لهذه الحركة أن دعاويهم لم تمتلك يوماً سند علمي أو فلسفي رصين، بل اتسمت دوماً بالضعف والسذاجة. لكن توفر موارد الكنيسة للخلقيين يعطيهم المجال أن ينشطوا ويسمح لإدعاءاتهم هذه أن تأخذ مجال للنقاش، وأن هذه الجهود لن تتوقف طالما استمرت أموال المتبرعين المسيحيين بالتدفق للتغذية هذا التحرك. والقنيبي في حلقة 43 من سلسلته يشيد بالنفوذ القوي الذي تملكه الكنيسة في الغرب ودورها في محاولة دحف الخرافة على حد تعبيره. يضاف إلى ذلك دور المؤسسة الكنسية القوية في أمريكا، والتي انقسمت ما بين متصالح مع اللوبي الدارويني ومصارع له. وهذه المؤسسة الكنسية لديها أيضاً ميزانياتها ونفوذها هي الأخرى، مما يوجد متنفساً لمعارضي الخرافة من الأكاديميين. فنعم، يوجد دكاترة كثر يعلنون رفضهم للخرافة وينشرون في ذلك أبحاثهم. لذلك يرى البعض أن السبيل الوحيد لامتصاص زخم هجماتهم وتجنيب العلوم الإساءة التي يحاولون إلحاقها به هو تفهم البعد السيكولوجي للناشطين في هذا المجال ومحاولة شرح العلوم دون التطرق إلى المفاهيم الدينية، كي لا ينصب المتدينين العلم عدوا له. أشهر من يستشهد بهم الخلقيين كعلماء يرفضون التطور هم في الحقيقة ناس يعترفون بحقيقة التطور في الطبيعة. أثناء محاكمة دوفر التي سبقت الإشارة إليها، تم مناقشة مايكل بيهي بشأن ادعائه في سنة 1996 بأن العلم لن يجد أبد تفسير تطوري للجهاز المناعي، وقدمت له 38 ورقة علمية مراجعة من أقران وتسعة كتب أكاديمية، لكنه اكتفى بالقول أن هذا ليس كافيا، يعني هو يحتكم لمغالطة التشكيك الذاتي ولا يتعامل مع الموضوع بعقلية العالم الموضوعية. مع ذلك مايكل بيهي نفسه اعترف في كتابه حرفة التطور بأن الأدلة الجزيئية تثبت وبلا أدنى شك السلف المشترك ما بين الإنسان والشمبانزي. على سبيل المثال، الطفرة التي أدت إلى تعطيل قطعة من الجين المسؤول عن تكوين فيتامين سي تعتبر دليل صارخ. ويضيف قائلاً أن داروين كان محقاً بلا شك في قضية أن جميع الكائنات على الأرض هي أقارب بيولوجية. ويقول أيضاً في نفس الكتاب: التطور من سلف مشترك عن طريق التغيرات في الحمض النووي مدعوم بشكل قوي. ويختم أحد فقرات كتابه بالقول: خلاصة القول أن السلف المشترك حقيقي. أما أثناء محاكمة دوفر، فقال مايكل بيهي ما معناه نتيجة النقاشات التي دارت أنه في الواقع لا توجد أي أبحاث علمية مدعومة
بمراجعة أقران مقدمة من المدافعين عن التصميم الذكي، تقدم تجارب أو حسابات دقيقة توضح كيفية حدوث التصميم الذكي لأي نظام بيولوجي. مايكل بيهي نفسه في كتاب صندوق داروين الأسود يقول: أنا أجد فكرة السلف المشترك مقنعة بشكل تام، ولا يوجد سبب معين للتشكيك فيها. وفي لقاء مصور معه أجري مؤخرا مع مجموعة خلقية عربية على الفيسبوك، صدم مايكل بيهي مستضيفة ومتابعين هذه المجموعة عندما أخبرهم أن التطور ينتج أنواع وأجناس جديدة في الوقت الذي تنعق فيه هذه المجاميع ليل نهار باستحالة ظهور نوع جديد. If you look at other categories, anoles, lizards, honey creepers, birds in Hawaii, fruit flies in Hawaii, a lot of them have developed new species, some new genera, and no new families or higher. So I call that the family line. فهو يعتقد أن الأنواع جاءت بالتطور، لكن ليس العوائل والرتب، بينما هذا التصنيف رتب عوائل أجناس إلى آخره ما هي إلا افتراضات تصنيفية بشرية وضعها العلماء بناء على معايير متباينة فيما بينهم. وإذا خرجنا إلى الطبيعة فلن نجد سوى الأنواع. الفرق بين النوع والعائلة إن الأخير نوع قديم بمرور الوقت تفرع إلى فصيلة وجنس ونوع وهكذا. النوع هو التصنيف الوحيد لدينا الذي لديه تعريف صارم ومعايير واضحة يمكن التحقق منها تجريبيا، وهي هنا القابلية على التزاوج مع أفراد النوع من عدمه. ستيفن ماير، واحد من مؤسسي مؤسسة ديسكفري التي تعارض التطور، هو نفسه يقول في كتاب نشرته المؤسسة: ممكن تقريبا أن نقول أن كل علماء البيولوجيا متفقين على وجود سلف مشترك للكائنات، ولو كان البعض ينكر وجود سلف واحد مشترك تفرعت منه كل الكائنات الحية. أما فرانسيس كولينز المتدين المسيحي ومدير مشروع الجينوم البشري في كتابه لغة الإله، فيقول: ما معناه أن كل الأدلة المتوفرة تؤكد الاشتراك بسلف مشترك، إلا إذا أراد الله أن يحتال علينا ليخدعنا ويضللنا. ونختم باقتباس لويليام ديمسكي من كتاب ثورة التصميم، قوله إن مشكلته مع التطور ليس في فكرة حدوثه بل في فكرة المسبب لحدوثه. وبالمناسبة كل الاقتباسات التي ذكرناها هي ليست بمحل إثبات معلومة علمية معينة، فهذا يتم إثباته عن طريق البحوث والمؤتمرات العلمية ومراجعة الأقران إلى آخره، لكن هذا فقط استطلاع لآراء أشهر من اعتاد الخلقيين على الاقتباس منهم في مهاجمتهم لنظرية التطور، دون أن يعلم أن هذه الأسماء تقر أصلاً بصحة نظرية التطور، لكن لديها تحفظات على فاعلية عمل آليات نظرية التطور مثل الانتقاء الطبيعي. ننتقل إلى فكرة التعقيد غير القابل للاختصار. يدعي الخلقيين وبتفاصيل دقيقة أن التصميم الذكي يفسر وجود خصائص معينة في بعض الأعضاء لا يمكن أن تكون قد جاءت بشكل عشوائي. يرد التطوريون أن ليس هنالك عشوائية مطلقة، بل يوجد انتخاء طبيعي يساعد على التغيير بما يتلائم مع البيئة، وأن هذه الأعضاء المتطورة كان لها وظائف بسيطة قبل أن تصبح جزء من منظومة معقدة. الفكرة الأساسية هنا أن العلم يستخدم فقط التفسيرات العلمية ولا يقبل بحشر التفسيرات غير الطبيعية أو اللاهوتية في المنهج العلمي، لأن الأخيرة مجرد محاولات دروشة كهنوتية تريد ارتداء ثوب العلم حفظا لماء الوجه، بعد أن فهم دعاة الخلق أن لا مكان لهم في ميدان العلم وأن الخلق ليس له أي صلة بالعلوم. أحد هذه المحاولات هو الادعاء الذي نتحدث عنه الآن، وهو أن التعقيد في النظام البيولوجي مهول لدرجة أنه لا يمكن تفسيره بدون إقحام مصمم. حجة التعقيد غير القابل للاختزال Reducible Complexity تعد من الحجج السلبية ضد التطور، لأنها وببساطة تتخذ من مغالطة آلهة الفجوات ساتراً على مضمونها، لأنها تتطفل على عدم مقدرة العلماء في زمن معين من معرفة تفسير تطور بعض النظم البيولوجية المعقدة. لكن عدم توفر أدلة حالية لا يعني أن العلماء لا يستطيعون تقديم تفاسير دقيقة في المستقبل، لذلك تم اعتبار هذه الحجة المحاكمات التي تحدثنا عنها حجة سلبية.
وإنها لا تمثل دليل إيجابي على حجة التصميم، كما تم رفضها من قبل المجتمع العلمي بالكامل لكونها حجة غير علمية وتعتمد على سوء فهم عمل آليات التطور. طبق مايكل بيهي فرضيته على بعض الأنظمة البيوكيميائية مثل سلسلة تخثر الدم وصوت البكتيريا، لكن من جهة أخرى قدم البروفيسور كينيث ميلر أدلة على أنها ليست معقدة لهذه الدرجة، ومن الممكن أن تكون قد تطورت تدريجياً. الفكرة هي أن التطور بالانتقال الطبيعي لا يقوم فقط بإضافة أعضاء أو وظائف جديدة، بل يعمل أيضاً على تعديل أجزاء موجودة مسبقاً، وتغير وظيفتها أو التخلص منها إذا لم تعد مفيدة، لأن وجودها مكلف وهي بنفس الوقت لم تعد تعطي ميزة تساعد على البقاء، مع شرط بسيط وهو أن الطفرات المفيدة التي ستعمل خطوة بعد خطوة على تطوير هذا النظام سيتم المحافظة عليها، وتلك الضارة سيتم التخلص منها، وهذا أمر تتكفل به آلية الانتقال الطبيعي. مثال: الجزء ألف موجود لكنه لا يعمل بشكل جيد كفاية، يضاف إليه لاحقاً الجزء باء الذي يساعد ألف على تحسين عمله. لاحقاً يتغير الجزء ألف نفسه بحيث يصبح معتمداً في عمله على وجود الجزء باء، وهكذا يصبح باء وأجزاء أخرى ربما جيم ودال تضاف لاحقاً ضرورية لعمل النظام ككل. تطور الرئتين في المثانة الهوائية لم يكن ضروري، بل حسن من التنفس بحيث استطاعت الحيوانات المائية الخروج واستكشاف اليابسة، أي وفرت لهذه الحيوانات ميزة إضافية، لكن لاحقاً أصبحت الرئتين ميزة أساسية للحيوانات التي خرجت لتعيش في اليابسة. عدم معرفتنا لهذه التفاصيل التطورية خطوة بخطوة مثل قصة الرئتين أو تطور العين إلى آخره، ولكون علم البيولوجيا علم يدرس ظواهر ضخمة متشعبة وعلى فترات زمنية طويلة، يعطي الفرصة للخلقيين بالخروج بادعاء عدم وجود إجابة، بدلا من الاعتراف أنها أمور بحاجة إلى المزيد من الأبحاث. وهذا يحدث في كل مجالات العلم الأخرى. في هذه الورقة من نيتشر تم مناقشة ادعاء الخلقيين بأن صوت البكتيريا تركيب غير قابل للاختصار، وأثبتت هذه الورقة أنها قد تكونت بآليات التطور عبر الانتقال الطبيعي وليست نظام مصمم، ولا نحتاج لتفسيرها إلى قفزات مفاهيمية عظمى. في هذه الورقة من NCBE نطلع على شرح عن تعقيد صوت البكتيريا كمثال على التطور بالانتقال الطبيعي، وهذه الورقة أيضا من نيشر تتحدث عن موضوع تطور صوت البكتيريا. تطور الوظائف المعقدة معتمد على البناء على وظائف سابقة أبسط كانت هي بدورها أيضاً عرضة للانتقاء والتفضيل بواسطة آلية الانتقاء الطبيعي. في بعض الحالات كان حصول الطفرات المفيدة هو أيضاً سلم التسلق في تطور السمات المعقدة. التجارب تؤكد بأن الوظائف المعقدة ممكن أن تنشأ بمساعدة الطفرات العشوائية والانتقاء الطبيعي. في هذا البحث أيضاً نقرأ عن توثيق تطوير البكتيريا لوظائف معقدة جديدة خطوة بخطوة، وعن الظهور التدريجي للخواص المعقدة والانبثاق المفاجئ لخواص معقدة أخرى. إذن ملخص القول أن الأنظمة البيولوجية المعقدة هي تلك المركبة من عدة عناصر، بحيث لو غاب اليوم أحدها لم استطاع النظام أو العضو أن يؤدي وظيفته بالمرة، هذه تتشكل في الواقع بشكل تدريجي وليس دفعة واحدة، وذلك بإضافة أجزاء تكون في البداية ليست ضرورية وحاسمة لعمل النظام، بل تقوم فقط في البداية بإضافة تحسينات على النظام، لكن بسبب تغيرات لاحقة يصبح وجود هذا العنصر الجديد ضروري وحاسم. في الحلقات القادمة سنتناول بتدقيق بعض الشخصيات في الوسط العلمي التي اعتاد الخلقيين على ربط أسماءهم بما يسمى بالمؤامرة التطورية العالمية، ونناقش ادعاء أنهم قد همشوا ونكل بهم وتم إقصائهم من وظائفهم وعانوا ما عانوا فقط لأنهم حاولوا إحباط هذه المؤامرة. فتابعوا معنا هذه الدراما المؤثرة.